معايا ضيف كان وحش الناس ورجع لهم في رمضان ورحبوا بيه قوي، وكانوا زعلانين منه انه غاب، لكن انبسطوا منه انه رجع وسامحوه خلاص، انت براء. محسن محي الدين، على فكره اشتغلنا مع بعض طبعا. فين؟ لو فالح الاذاعه. لا، في غير الاذاعه. في ايه؟ في ايه؟ اشتغلنا شهر عم عملت انا دور سناء يونس في سك على بنات. طبعا. فمحسن مش عايز اقول اتربى في 35 شامبليون، لكن انت اول مره رحت 35 شامبليون ايه اللي حصل؟ لا كان صغنن قوي. كان الكلام ده سنه اواخر 76 77 يعني. كنت انا عملت علي بن مظهر. كان فرصة العمر يعني. والمسلسل ده كنت لسه اول مره تكبر بقى بعد عالم عيال عيال ولا ايه؟ لا، كان علي بن مظهر وعالم عيال عيال في نفس السنه، وانت صغنن كده في عالم عيال عيال وافواه وارانب. يعني كان كلهم تقريبا 75. سنه 75. بس انا بدات 67، يعني انا بادئ من 67 في التلفزيون، انا ابن التلفزيون يعني اساسا. وتربيت في الفريق بتاع التلفزيون الاطفال. كان ماما سميحه ولا ماما نجوى؟ طبعا ابله فضيله وماما سميحه. وكان مدام انعام الجريتلي في التلفزيون، كانت هي ماسكه الفريق في فريق الاطفال، وهي لسه كانت متخرجه من المعهد. وكانوا بيدربونا بقى اداء، وبيدربونا رقص وغنى، وبيودونا موسيقى العربيه مع مدام رتيبه الحفني، يعني ايه التربيه الاساسيه من التلفزيون. فطبعا انا كنت عملت فرصه العمر مع استاذ محمد صبحي، وضرب المسلسل قوي. وبعدين عملت عالم عيال عيال، كان بالنسبه لي عالم عيال عيال ده خامس فيلم اعمله في الفتره ولد. دي. وبعدين عملت افواه وارانب مع مدام فتحي. ايوه صح. فكان اللي بيشتغل في يعني كنت بشتغل في افواه وارانب مع مدام رجاء حسين. ومدام رجاء حسين مرات الاستاذ سيف عبد الرحمن. في نفس الوقت كان يوسف شاهين طالب بقى في تيان كده يعملوا فيلم بتاع اسكندريه لي. فاستاذ سيف عبد الرحمن ومحمود الخولي كان مساعد المخرج رشحوني لاستاذ يوسف. فلقيت تليفون جالي، تعالى قابل استاذ يوسف شاهين. فرحت. انت ما عارف انت هتقابل مين ولا كنت لسه؟ طبعا. بس بالنسبه يعني لي انا كنت كان بالنسبه لي اتدربت من زمان بقى مع مدام فتحي حمامه. الناس الكبار الفطاح اشتغلت جامد يعني. جامد. رشدي اباظة عملت معاه فيلمين. نسيت انا. هو جامد قوي. بالظبط كده. عندي عندي خبره يعني. فرحت الاستاذ يوسف شاهين. فاول ما دخلت قعدت، فقال لي الاستاذ يوسف شاهين بص لي كده، راح رفعت النضاره وقعد. كان عندي بقى ايه حب الشباب في وشي كده. فقال حلو قوي، حب الشباب ده انا عايزه كويس. انت عندك اصحاب؟ قلت له عندي اصحاب. كان عبد الله محمود الله يرحمه، الله يرحمه، واحمد سلامه. دول كانوا انتيمي يعني، احنا الثلاثه مع بعض دايما. فقال لي طيب انا عايز اتنين صحاب، هاتهم لي المره الجايه وتعالى. قلت له طيب. فجبت عبد الله محمود واحمد سلامه، ورحنا قابلنا يوسف شاهين في المعهد الثاني. انت متخيل انك هتعمل ايه بقى؟ انا من هقول لك اهو. هو راح مدينا السيناريو بتاع اسكندريه ليه؟ وقال اقروه وتعالوا المره الجايه قولوا كل واحد شايف نفسه في انهي دور. اداكوا السيناريو؟ روحتوا بيه؟ ده جديد عليا. لاول مره يعني. انا عرفت بعد كده ان ما بيعملش الحاجات دي. فقرينا السيناريو ورحنا. انا تصورت ان انا هلعب دور احمد سلامه، الولد اللي هو بتاع البنات. الواد الشقي اللي ما اعرفش ايه الحاجات دي كلها. فجالي قال لي ايه انت اخترت دور ايه؟ قلت له الدور فلاني. وسالهم كلهم، فكل واحد شاف نفسه في انهي دور. فالمهم قال لي لا انت هتلعب دور يحيى. قلت له دور يحيى؟ قال لي قلت له انا ما مش هقدر العبه. قال لي قلت له ما تعود، ده يحيى ده معقد ومكلكع وبتاع. انا ما خدتش على الادوار دي. قال لي لا انا شايفك ان انت في دور يحيى. شوف هقول لك حاجه مهمه قوي، انا اقدر اساعدك في كل المشاهد الا مشهد واحد انا مش هقدر اساعدك فيه. هو ده اللي هيبين للناس انك بتعرف تمثل ولا لا. راح مديني مشهد هاملت. وقال لي بقى ده تقعد تشوف بقى هتعمله ازاي، تأزأز فيه. قلت له طيب.
كان اياميها بقى استاذ محمد صبحي عامل مسرحيه هاملت. رحت اتفرجت عليها. قريت اقرا القصص. الظروف خدمتك برضه. مش كل يوم هتلاقي مسرحيه هاملت في حته يعني ومشهد مهم وبتاع. المهم ان انا فكرت ان انا ادي ازاي. رحت قلته له، فكنت طبعا ايه بفكر في الكلام لان هو ثلاث صفح فسكاب يعني. فقال لي لا 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 تعالى، انا عايزك تقعد قدام الساعه تبص، انا عايزك تقول الثلاث صفحات دي في دقيقه واحده. دقيقة؟ قال لي تقعد قدام الساعة كده تفضل دقيقة. هحاول. فضلت قاعد ايه اكرر اكرر اكرر، بس انا فهمت ليه بعد كده. هو عاوزني ما افكرش في الكلام. هو عاوزني افكر في الاحساس. مش افكر في الكلام. فقعدت احاول، طبعا ما جبتش دقيقة لان انت مش ممكن ثلاث صفحات تعمليه في دقيقة يعني. قاتل واحد عبده ليس بعش معشار سيدك السابق، ادعوك انا ملك لسه من لزوز الصوت والحب، ملك من مسك ورقة. خلاصا يا حراس السماء، رفوا بأجنحتكم علي. ما الذي يبغيه شكلك الكريم؟ ما جئت تعنف ابنك المتواني الذي راح يضيع وقته وينشغل بالعواطف عن الله لتنفيذ أمرك الرهيب.